باسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد آمين. في دراستنا لرسالة روميا احنا وصلنا للإصحاح التاسع، خلصناه، والمفروض النهاردة نبتدي في الإصحاح العاشر. زي ما قلت انه الإصحاح التاسع والعاشر والحداشر دول فكرتهم او موضوعهم موضوع واحد في إطار الرسالة كلها على بعضها. الرسالة بتتكلم على الخلاص والتبرير بالمسيح وفي المسيح بالاتحاد به وعمل الآب وعمل الابن وعمل الروح القدس، الآب اللي تبنانا والابن اللي أخذنا أعضاء في جسده والروح القدس اللي سكن فينا وبيسكب حب الله في قلوبنا. وقبل المسيح كان اليهود والأمم اليهود اللي عندهم ناموس والأمم الذين بلا ناموس كانوا تحت حكم الموت وكانوا تحت اللعنة لأنهم ما كانوش عايشين في البر. بالعكس الناموس حكم عليهم أو أظهر عجزهم وضعفهم. فالسيد المسيح جه علشان يكسونا بثوب بره وعلشان يقدسنا ويدينا الحياة الأبدية فيه. في الإصحاح التاسع بدأ القديس بولس الرسول يعبر عن مشاعر حزنه تجاه الناس اللي ما أمنوش بالمسيح بالذات اليهود. يعني الإصحاح التاسع والعاشر والحداشر بيتكلم على رفض اليهود للمسيح وقد إيه هو حزين على هذا الوضع، قد ايه هو حزين، لان عندهم بركات كتيرة ما استفادوش منها. وزي ما قلنا المرة اللي فاتت كان عد 9 بركات ولهم هم اسرائيليين ولهم عهود الموعد والتبني والمجد والاشتراع والعبادة وكل المواعيد، وللأسف ومنهم المسيح حسب الجسد، ولكن للأسف هم ما استفادوش بكل ده ورفضوا المسيح. وبعدين بدأ يتكلم على إنه ربنا يريد الجميع يخلصون، يريد أن يرحم، يريد أن يترأف، يريد أن يعطي، ولكن الموضوع متوقف على إرادة الإنسان اللي بيقبل أو اللي بيرفض. واضح كده؟ وخلصنا الإصحاح التاسع اللي فيه في آخره بيقول إنه السيد المسيح كان بالنسبة لهم حجر صدمة أو عثرة، كل من يؤمن به لا يخزى، لكن من لا يؤمن الحجر ده يبقى بالنسبة له سبب هلاك ليه. فالناموس صالح لكن اللي يستخدمه بدون إيمان هيبقى نفس الناموس الصالح ده، هيبقى صخرة عثرة أو حجر صدمة ليه. قبل ما ندخل في الإصحاح العاشر اللي يعني حياة مليان حاجات مهمة، وأنا هقف كتير في الجزء الأولاني منه اللي هو بيقول فيه إن مسرت قلبي وطلباتي إلى الله لأجل إسرائيل هي للخلاص، وأشهد لهم أنهم لهم غيرة الله لكن ليس حسب المعرفة. فقبل ما ندخل في الإصحاح العاشر إحنا متعودين كنا ناخد تعليقات للقديس يوحنا زهبيل، فما كانش في وقت المرة اللي فاتت، فناخد بعض تعليقات القديس يوحنا زهبيل فم الأول على الإصحاح التاسع وبعدين نبتدي في الإصحاح العاشر. تعليقا على الجزء الأولاني من الإصحاح التاسع اللي بيقول إن أنا لي حزن عظيم في قلبي ووجع لا ينقطع، وأود لو كنت أنا نفسي محروما من المسيح لأجل إخوتي وأنسبائي حسب الجسد. قديس يوحنا زهبيل فما بيقول إيه؟ بيقول ماذا تقول يا بولس؟ هل المسيح الذي لم يفصلك عنه شيء، لا ملكوت السماوات ولا جهنم ولا الأشياء المرئية ولا غير المرئية، الآن تود أن تكون محروما منه؟ مش أنت لسه أي من سيفصلنا عن محبة المسيح؟ إزاي بتقول كده؟ ماذا جرى؟ هل تغيرت وألغيت تلك المحبة؟ يجيب بالنفي ويقول لا تخف. ده بيتصور حديث بينه وبين قديس بولس الرسول، فبيقول يعني القديس بولس الرسول هيقول لنا لا ما تخافش، بل محبتي له قد أصبحت أكثر قوة.
طيب ازاي تود ان يكون تكون محروما؟ هنا في لغز. قديس يوحنا زيبير فان بيقول ده هنا يوجد لغز. وان اردنا معرفه ذلك علينا ان نعرف اولا معنى كلمه محروم. ووضح كلمه اناثيما. اناثيما يعني زي مفصول عن المجموعه، مفصول عن المجموعه. ف يعني انا مستعد ابقى ان شاء الله لوحدي، مفصول وغريب عن الكل، لكن شعبي واهلي وناسي اليهود يعرفوا المسيح. ف وبدأ يوضح يعني موقفه ان هو لا، ده هو عايز، هو ما يقدرش يعيش من غير المسيح، لكن حتى ولو هو اتحسب مبعد عن المجموعة إلا ان هو ولو يقدر يستحمل كده علشان خاطر كل الناس تعرف ربنا. بعد كده برضو أكد على وعود الله، ان وعود الله لم تكن كاذبة، انه اليهود كان ليهم مواعيد كتير وربنا ما قصرش، لكن هم اللي قصروا. وبعد كده بيقول لكي لا يقولوا لقد ثبت أن وعد الله كاذب، وإن تكلم بالكذب عن وأنه تكلم بالكذب عن تلك الأمور التي وعد بها، أو أن كلام الله لم يتحقق. لا طبعا، هو بيقول لا، أنا أود أن أكون محروما لحد لما هم يعرفوا أن قد إيه وعد ربنا أمين وصادق وعايز خلاصهم. وبعد كده بيقول تاني إيه، أود أن أقطع وإن كان ممكنا أن أنفصل عن جماعة المسيح وأتغرب، لكن دون أن أتغرب عن محبة المسيح، فحاشا لي أن أفعل هذا. طالما أن ما أفعله بسبب المحبة فإني سأقبل أن أتغرب عن هذا التمتع وهذا المجد حتى لا يجدف على إلهي، وحتى لا يقول البعض أن الأمور انتهت كما تنتهي مشاهد مسرحية عادية. يعني الأمور انتهت، يعني كل المواعيد والحاجات اللي أعطاها لنا ربنا راحت وما طلعناش بحاجة في الآخر. لا طبعا، ده كل المواعيد دي تحققت فين؟ في المسيح. تحققت في المسيح. اللي له المسيح ياخد كل حاجة، واللي يخسر المسيح فعلا هيخسر كل حاجة. وأعتبر أن التعزية التي هي أعظم من كل شيء تكمن في ألا أسمع بعد أي كلام تجديف على ذاك الذي أحبه للغاية اللي هو المسيح. يعني نفسه كل الناس تعرف الإيه؟ المسيح. حاجة تانية، وهو بيتكلم على إنه سارة جه منها ابن الموعد، فبيقول كلمة الموعد هي هذه، أنا آتي نحو هذا الوقت ويكون لسارة ابن. ده رومية 9:9. بيعلق القديس يوحنا وبيقول، بيقول ليس بقوة البطن، يعني إسحاق ده جه ليس بقوة البطن لكن بقوة الوعد قد ولد إسحاق. هكذا نحن أيضا نولد بكلام الله، لأن كلام الله هو الذي ينجبنا ويلدنا في جرن المعمودية بالماء عندما نعمد باسم الآب والابن والروح القدس. لكن هذا الميلاد لا ينتمي للطبيعة الجسدية بل لوعد الله. فالوعد الإلهي ده، كلمة الإلهية دي هي اللي بتولدنا في الحياة الجديدة بالمسيح أو في المعمودية. وبيقول الميلاد الثاني بالمعمودية يستعلن بقوة الله في هذه الطبيعة الجسدية. إن كنت قد حدثتني عن الرحم فأنا أستطيع أيضا أن أتحدث عن ماء المعمودية. يعني عايز يقول ايه، ما دام جت سيره رحم ساره يبقى انا على طول مخي هيروح فين؟ في بطن الكنيسه المعموديه. لكن كما ان كل شيء هنا يتعلق بالروح القدس، هكذا هناك، يقصد عند ساره، ايضا كل شيء يتعلق بالوعد، لان الرحم اي رحم ساره من حيث العقم والشيخوخه كان اكثر بروده من الماء، يعني حاجه متجمده ميته. إذن لنعرف بكل تدقيق أصلنا النبيل ونظهر سلوكنا يليق بهذا الأصل، سلوكا يليق بهذا الأصل، لأن هذا الأصل ليس فيه أي شيء جسدي ولا أرضي، يقصد المعمودية. يعني لازم سلوكنا يوافق المعمودية، الميلاد الروحي اللي احنا خدناه. ودعونا أيضا لا نتعلق بأي شيء جسدي أو أرضي،
بل محبة الله للبشر هي التي تصنع كل شيء، فقد صرنا جميعا أولاد الله. برضو بيكمل على موضوع سارة دي وبعد كده رفقة أيضا وهي حبلى من واحد وهو إسحاق أبونا، بيقول إحنا إن ذلك يشبه ابنا لملك نال وعودا بأنه سيخلفه في السلطة ثم حرم من حقوقه السياسية. يعني ابن الملك خد وعد أنه هو هيخلفه في السلطة ويبقى معاه حقوق كبيرة جدا، بعد كده حرم من حقوقه السياسية وحل محله شخص محكوم عليه بالسجن. يعني جابوا واحد مدان محكوم عليه بالسجن جابوه حطوه يبقى ملك، ده ايه ده؟ ومحمل بشرور كثيرة، وبعدما خرج من السجن أخذ السلطة التي هي من حق ابن الملك. فماذا تقول إذن؟ أتقول إن الابن كان غير مستحق؟ ولكن الآخر أيضا كان غير مستحق، بل وبالحري كان غير مستحق البتة، وكان ينبغي إما أن يدانا معا أو أن يكرما معا، وهذا ما حدث فيما يتعلق بالأمم واليهود. فهمتوا عايز يقول إيه؟ يقول إنه الابن ده اللي المفروض وعد بالملك ده، دول اليهود، دول كانوا ولاد ربنا في العهد القديم ووعدوا بالملك وبعدين اتحرموا من الحقوق السياسية بسبب شرهم طب، واتحرموا من الحاجات، وجه مكانهم ناس مدانين وكانوا في السجن اللي هم الأمم، كانوا في سجن الشهوات والشر مسيطر عليهم وبقوا هم الملك. يبقى هم أحسن؟ لا، هما مش أحسن، هما الاتنين ما كانوش يستاهلوا، ولا الابن يستاهل ولا اللي جاي من الأمم يستاهل، لكن ربنا أكرم الاتنين ورفعهم وعطاهم ميراث وقال لهم أنتم فيا تبقوا أبناء الله والابن يرث في ملك أبي، فأنتوا الاتنين تبقوا وارثين فيكرما معا. وبيأكد أن الجميع حتى لو في ناس ما تبعوش ربنا، الجميع بيقول بالنسبة لله من المؤكد أن الجميع دعيوا للخلاص، تم دعوتهم للخلاص. اليهود كانوا معتقدين أنهم أعلى فعلا، نعم، هو عايز يعالج دي وعايز يكرم الاثنين ويرفعهم لمستوى أبناء الله وأعضاء في الجسد. بيعلق على الآية بتاعت أحببت يعقوب وأبغضت عيسو في عدد 13، بيقول عدد 13 من إصحاح 9، بيقول لأي سبب صار الواحد موضع محبة بينما الآخر موضع بغضة؟ يقول السبب هو أن الواحد كان تقيا بينما الآخر كان شريرا. يعقوب كان تقي، كان بيدور على البركة ومالي دماغه ونفسه في البركة، وكان مسالم وكان محب لأبيه وأمه بيحترمهم، في حين عيسو ما كانش يتفرق مع البركة وكان زي ما بيقول هنا كان شريرا، وقال في عبرانيين عنه كلام صعب، قال كان زانيا ومستبيحا، ولأجل أكلة واحدة باع البكورية، باع البركة لأجل أكلة واحدة، يعني مش همه، بيستهين بنعم الله. فعشان كده كان واحد تقي وآخر شرير. بل وهما لم يولدا بعد قال الله إن الكبير يستعبد للصغير، ولما قال الله ولماذا قال الله هذا الكلام؟ لأن الله ليس مثل الإنسان الذي ينتظر حتى نهاية الأعمال ليرى الصالح أو الشرير، بل هو الله يعني يعرف من قبل هذه الأعمال من هو الشرير ومن هو الصالح، وهذا ما حدث أيضا في حالة الإسرائيليين. ربنا عشان كده قال إن كبير يستعبد لصغير. وبعد كده بيتكلم على إن إحنا إنه بإسحاق يدعى لك نسل، إن في نسل مبارك. بيقول إيه؟ الإيمان والفضيلة هما اللذان يضيئان في كل مكان ويعلنان ما هي القرابة الحقيقية، قرابتنا من ربنا يعني. فعندما يكون الأبناء مستحقين لفضيلة الأب عندئذ يدعون أبناء، يعني لما يكونوا عايشين زيه بنفس الروح بنفس الفضيلة يبقوا يستاهلوا أنهم يكونوا أولاده، لكن لو ما كانوش زيه أبرار
يبقوا ما يستاهلوش يكونوا أولاد. برضو بيتكلم على المستوى الروحي اللي احنا ارتفعنا ليه، بيقول الأصل النبيل حسب الجسد لا يفيد شيئا. يعني لو واحد من عيلة كبيرة في عيلته وزراء وعمداء ورؤساء، ده ما يفيدش، لا يفيد شيئا، لكن ينبغي أن نسعى نحو فضيلة النفس التي يعرفها الله، هي دي اللي ترفع الإنسان. الله الذي يعرف أن يختبر النفس، هو وحده الذي يعرف من هو المؤهل للخلاص. وبرضه بيقول تاني، الله الذي يعرف الأسرار والذي يفحص قدرة العقل ويدرك قيمة اللؤلؤة الموجودة في الطين. لو واحد كده مش دريان بنفسه وهو لؤلؤة، ربنا بيساعده علشان خاطر إيه؟ يرفعه من الطين وينقيه ويخليه يبقى في منتهى البهاء. يقول كمان الله محب البشر الذي هو الحكمة التي لا تحد، هو وحده الذي يعرف جيدا كل الأمور، لن يقبل رأي البشر بل يقرر لكل شيء حكما وحكمته الصحيحة التي لا تخطئ. ولهذا تحديدا اختار أيضا عشارا ولصا وزانية، بينما رفض الكهنة والشيوخ والأراخنة، أرخن يعني رئيس، الأراخنة اللي هم الرؤساء. فهو نيجي في الآخر نلاقي ربنا خد لقالق كانت مرمية في الطين، زي العشار، زي متى، زي زكة، زانية، زي اللي أمسكت في ذات الفعل، أو المرأة الخاطئة اللي جات له في بيت سمعان الفريسي في لوقا 7، أو اللص اليمين. بيقول إيه حاجة لطيفة، يستطيع المرء أن يرى أن هذا يحدث مع الشهداء، فالكثيرون من الذين كانوا محتقرين في عصر الاضطهادات قد نالوا الأكاليل، والعكس قد حدث، يعني الغلابة كان عندهم شجاعة وخدوا الإكليل، وبعض الناس الأغنياء النبلاء الكبار أنكروا الإيمان وضعفوا، حدث معهم العكس. فإن بعضا مما كانوا يعتبرون عظماء انقلب بهم الحال وسقطوا. إذن يجب ألا تناقش الخالق في أحكامه، ولا أن تقول لماذا يكلل الواحد ويدان الآخر، ربنا اللي عارف، أنت ما تقدرش تحكم لأنك ما تعرفش، لأنه هو وحده يعرف هذه الأمور. ولهذا قال أحببت يعقوب وأبغضت إيه؟ عيسو. فاكرين صموئيل لما راح يمسح داود ملك، ويسى جاب له الكبير بتاعه الياب، حاجه طول بعرضه كده، فاما صموئيل بيقول لربنا، بيقول له هل امامي مسيح الرب، هل هو ده؟ لا، لا تنظر الى طول قامته، لاني قد رفضته. لان الانسان ينظر الى العينين، اما الرب فينظر الى الايه؟ الى القلب. مهم القلب، مش بالشكل من بره، مهم القلب، فربنا هو اللي عارف القلوب. من المؤكد أن هذا قد حدث بعدل، دي نقطة أساسية، إن أحكام الله كلها أحكام حق وعادلة معا، زي ما بيقول المزمور، أحكامه أحكام حق وعادلة معا. فأنت تعرف الأمور عند نهايتها، أنت كإنسان يعني بتشوف الأمور لما تشوف الآخر بتاعها وصل لإيه، أما الله فيعرفها جيدا قبل نهايتها. الله لا يطلب مجرد إتمام للأعمال، بل يطلب الرغبة الصادقة والإرادة الصالحة، مش مجرد واحد بيتمم يقول لك أنا عملت كده وعملت دي وعملت الواجب هنا وعملت الواجب هنا. ربنا مش بيدور على الحاجات دي، بيدور على الرغبة الصادقة والإرادة الصالحة، الإنسان اللي من القلب، اللي بيتصرف من القلب وبقلب نقي وبقصد مستقيم أو رغبة مستقيمة. وبعد كده حط مثل ثالث كمان ولا رابع، داود بيقول لأن داود أيضا على الرغم من أنه ارتكب جريمة قتل وزنا، إلا أنه تنقى سريعا من كل خطية، فهو قد فعل هذا في ظرف سيء، في غفلة، في أو عدم تبصر، وليس عن ضمير شرير. أما الفريسي وهو لم يجرؤ على ارتكاب مثل هذه الخطايا، وقد افتخر بأمور أخرى صالحة، فقد فقد كل شيء بسبب ضميره الشرير.
طبعا كلمة الفريسي هنا يقصد كل الفريسيين، وبالذات هو يمكن يقصد المثل بتاع الفريسي والعشار، اللي هو الفريسي كان فيه بيفتخر على الآخرين، أنا لست مثل باقي الناس الخاطفين الظالمين الزناة، يعني بيدين الناس، ولا مثل هذا العشار، حتى بيدين أخلي في الكنيسة معنا، ولا مثل هذا العشار، وحاطط نفسه فوق وبيفتخر بأعماله وبصياماته وبصلواته. فإنه فقد كل شيء بسبب ضميره الشرير، فحين داود ربنا غفر له وقبل توبته. في الجزء بتاع لما بيقول له موسى إني أرحم من أرحم وأترأف على من أترأف، عدد 15، طبعا هتلاحظوا أنه هو بيقول إيه، أرحم من أرحم وأترأف على من أترأف، ما قالش وأهلك من أهلك، واضح؟ يعني المثلين أو النموذجين اللي بيقولهم رحمة ورأفة، إن هو بيتكلم على إنه فاتح بابه للخلاص، هو مش غاوي مثلا بيكره واحد هيهلكه، ما ربنا ما بيعملش كده، هو أرحم من أرحم، أرحم من أرحم وأترأف على من أترأف، حتى الوحشين جدا بطول بالي عليهم. فبيعلق القديس يوحنا ذهبي الفم ويقول الله يقول لموسى لست أنت المسؤول عن معرفة المستحقين للرأفة، فاترك هذا لي، فإن لم يكن هذا هو عمل موسى أن يعرف فبالأولى كثيرا لا يكون عملنا، لا يكون هذا عملنا، ما يكونش أن احنا هندين ونقول ده هالك وده يخلص وده يهلك، مش شغلتنا، مش شغلتنا. وبيعلق على الآية في عدد 20 اللي هي من أنت أيها الإنسان الذي تجاوب الله، فبيقول إيه، يقول الرسول بولس هذا الكلام لكي يوقف الفضول الذي يأتي في وقت غير ملائم من جانب مثل هذا الإنسان الذي يعلق كثيرا. في ناس كده تعلق على أحكام الله، طب وبيعمل كده ليه، طب وسايب دول ليه، طب وعمل في ده كده ليه، طيب، والناس عمالة تكاد تكون بتدين الله. فعايز يقول له أنت من أنت أيها الإنسان الذي تجاوب الله، هترد عليه، ولكي يعلمنا، يعني يوقف الفضول ويضع له لجاما، ولكي يعلمنا من هو الله ومن هو الإنسان وكيف أن عنايته غير مدركة، مش هنقدر نجيب أبعادها، عناية الله وأحكامه مش هنقدر نستقصي أبعادها، ويوضح كيف أنها أسمى من تفكيرنا. واضح؟ ولم يقل من أنت أيها الإنسان الذي تتحاور مع الله، بل من تجادل، بمعنى من أنت يا من تعارض. التحاور مع الله كويس، إن أنا أتفاهم وأتعلم وأستفسر وأسأل وأطلب منه يشرح لي ويفهمني، دي كلها حاجات كويسة، لكن اللي يعارض ويجادل ده يعني، أو يعارض ربنا، ده يبقى مش فاهم حاجة، مش فاهم هو مين وربنا مين. أو يا من تقاوم الله، فمن أنت أيها الإنسان؟ هذه صفة مميزة للمعلم المتميز، ألا يتبع رغبات التلاميذ المتنوعة في كل الاتجاهات، بل يقودهم إلى إرادته، وبعدما ينزع الأشواك من طريقهم فإنه يبدأ في إلقاء البذار. يقصد بيتكلم على القديس بولس إن هو كان معلم متميز، مش هيمشي مع كل واحد ياخده يمين وياخده شمال، لا، هو اللي يوجهه في الاتجاه الصح عشان ما ياخدوش في طريق خاطئ أو في تفكير خاطئ أو في منظور خاطئ. يتعلم إزاي الإنسان يشيل الأشواك الأفكار الخاطئة عشان يعرف يزرع الأفكار السليمة جواه. برضو بيعلق على الجزء بتاع لعل الجبلة تقول لجابلها لماذا صنعتني هكذا، إنه لم يقل هذا لكي يلغي حريتنا، بل لكي يظهر إلى أي مدى يجب أن نطيع أو نخضع لله. يعني هو مش بيلغي حريتنا، لو عايز تعصى ربنا بتعصى ربنا، وشفنا آدم ربنا عطاله الحرية واختار حاجة عكس وصية ربنا، لكن هو هنا يقصد انه يخلي الانسان يطيع، يقول له الطاعه احسن، الطاعه كويسه،
ما يصحش ان احنا نعاكس، لان دي معاكسة الوصية فيها هلاك. الى اي مدى يجب ان نطيع او نخضع لله؟ طبعا بتاعت الجزء ده اللي هو بيقول اليس للخزاف سلطان على الطين ان يصنع من كتلة واحدة اناء للكرامة واخر للهوان، دي احنا اتكلمنا عنها المرة اللي فاتت، قلنا انه الانسان زي ما تذكر في نفس القديس بولس الرسول قال في تيموساوس الثانية الإصحاح الثاني إن طهر أحد نفسه يصير إناء للكرام، يعني كل ما أنا أهيأ نفسي لعمل ربنا حصير إناء للكرام، لو أنا سبت أبوابي مفتوحة للخطية حصير إناء للهوان، لأن الخطية تيجي تسكن في حياة ذلك الإنسان. واضح؟ بيقول قديس بولس يمتدح دائما حرية الاختيار ولا يريد شيئا آخر سوى أن يقنع السامع تماما بأن يتراجع أمام الله، يقصد يخضع يعني، وألا يضعه موضع المساءلة البتة في أي شيء، مش هيقعد يفتح تحقيق لربنا أنت عملت كده ليه، لأنه كما أن الخزاف يصنع من كتلة واحدة الأواني التي يريدها ولا يعترض أحد على ذلك، هكذا الله أيضا. واضح؟ لكن في نفس الوقت الإنسان ممكن يتحول إلى إناء للكرامة بإرادته أو إناء للهوان بإرادته. فيقول لا يجب أن نعارض الله بل أن نتراجع أمام عنايته غير المدركة. وبعد كده المثل بتاع فرعون في عدد من 22 ل 24 بيقول إيه؟ كان فرعون إناء غضب، ذلك الإنسان الذي بقسوته أثار غضب الله لأنه برغم طول أناط الله عليه إلا أنه لم يصبح أفضل بل ظل غير قابل للإصلاح. يعني ربنا طول باله عليه لكن للأسف ما تصلحش، تحول إلى إناء للهوان، تحول إلى إناء فاسد غير قابل للإصلاح. برغم أن الله كان يعرف تلك الأمور احتمل بأنات كثيرة لأنه أراد أن يقودوا للتوبة، فلو أنه لم يرد هذا لما كان قد أطال أناته. لو هو مش عايزه يتوب ما كانش طول باله عليه كل ده. وبرغم أن الله قد أطال أناته على فرعون، أناته على فرعون حتى يقوده إلى التوبة، إلا أنه لم يتوب، واحتمله الله زمنا طويلا مظهرا قوته إلى جوار صلاحه، فلم يستفد فرعون من طول الأنات هذه، مظهرا قوته إلى جوار لقد أظهر الله قوته معاقبا إياه وبقي فرعون غير قابل للإصلاح. هكذا بيّن محبته للبشر رحما أولئك الذين وإن كانوا قد صنعوا شرورا كثيرة لكنهم تابوا. دايما ربنا فاتح حضنه للي بيتوب. واللي تابوا بيقول عليهم هوذا قد صاروا آنية رحمة بسبب قبولهم لما رحم الله بفرح. أنا باخد كده مقتطفات سريعة برضو في الجزء بتاع ليس لمن يشاء ولا لمن يسعى، هو لا يبطل، قديس يوحنا ذهبي الفم بيعلق وبيقول هو الله لا يبطل إرادة الإنسان ولكنه يبين أنه ليس كل شيء متوقفا على الإنسان بل يحتاج إلى نعمة الله، يعني الإنسان مش بذاته هيقدر يخلص، ليس لمن يشاء وليس لمن يسعى بدون الله. واضح؟ لكن في نعمة الله شغالة، فلازم الاثنين مع بعض، إرادة الإنسان وسعي الإنسان مع نعمة ربنا تسنده، بدون نعمة ربنا ليس لمن يشاء وليس لمن يسعى. أي أنه كان ينبغي على الإنسان أن يشاء وأن يسعى ولكن بشرط ألا يكون لديه اتكال على ثقته في جهاده بل على ثقته في محبة الله للبشر. برضو بيتكلم على إزاي ربنا بيظهر طول الأناه، بيقول ليس مجرد طول أناه بل أناه كثيرة، لكن في ناس بعض الناس صاروا آنية غضب والبعض آنية رحمة، هذا حدث بناء على اختيارهم، يبقى إناء غضب أو إناء رحمة هذا حدث بناء على اختيارهم،
لأن الله كلي الصلاح ويظهر نفس الصلاح تجاه الطرفين، اللي آنية الغضب وآنية الإيه؟ الرحمة، يظهر نفس الصلاح للكل، لأنه لم يرحم فقط أولئك الذين يخلصون، بل وفرعون أيضا، وكل هؤلاء يخلصون بقدر ما يعتمدون عليه، طالما أنهم وكذلك فرعون قد تمتعوا بنفس طول الأناة، لكن إن كان فرعون لم يخلص فهذا يرجع إلى اختياره هو، طالما أنه لم يأخذ شيئا من الله. أما كل من اعتمد على الله فقد نال كل شيء، لأنه ليس أقل من الذين خلصوا. ليأخذ من ربنا هو ده اللي يقدر ينال الخلاص، لكن اللي يعتمد على نفسه مش ممكن ينال الخلاص. برضو بيقول لا يقول أن الجميع سيخلصون، بل المستحقون هم الذين يخلصون، البعض هم الذين يخلصون وليس الجميع، لأنه اللي عايز يخلص بذاته من غير ربنا مستحيل، اللي عايز يخلص ببره الشخصي أو ببر الناموس اللي بينفذه برضو مش هيخلص، لازم البر الإلهي هو اللي يسنده ويغطيه. وبعد كده في الآخر بيكمل وبيقول إيه؟ بيقول أنت أيها اليهودي لم تدرك البر من خلال الناموس لأنك قد خالفته وصرت مسؤولا عن اللعنة، يعني وقعت تحت حكم اللعنة. لم تدرك البر بالناموس أو من خلال الناموس لأنك قد خالفته وصرت مسؤولا عن اللعنة. بينما أولئك الذين لم يأتوا عن طريق الناموس بل أتوا من طريق آخر، يعني بالإيمان بالمسيح مباشرة، أدركوا برا أعظم من بر الناموس، هذا البر الذي أتى بالإيمان، بالإيمان بالمسيح. بيقول كده لكي يبين أن بر الإيمان أعظم من بر الناموس. هذا هو الحل الواضح جدا لكل ما سبق طرحه، والذي لو كان قاله من البداية مباشرة لما كان مقبولا بهذه السهولة، ولكن نظرا لأنه ذكره بعد تساؤلات كثيرة وإعداد وبراهين وعرض لشروحات كثيرة جدا، فقد جعله أكثر سهولة وأكثر قبولا. هذا هو سبب هلاكهم، أنهم لم يريدوا أن يتبرروا بالإيمان بل بأعمال الناموس. وبعد كده آخر آية اللي هي عدد 33 بيقول الافتخار والشجاعة تأتي من الإيمان، لأن العطية هي للجميع، لكل الجنس البشري، كل الناس، يهودي، يوناني، سكيثي، من أي جنس، عندما يؤمن سيتمتع بمجازاة كبيرة ولن يخزى. لكن إن كان البعض لم ينتبه فيمكن أن نلتقي معهم بشكل خاص ويسألون ويعرفون. يعني لو حد لسه يعني هو عنده أمل في اليهود، طب لو حد فيهم لسه ما وصلش للمسيح يجي نديله درس خصوصي، يقعد معانا ويسأل وإحنا نعرفه، ونعرفه طريق ربنا، طريق البر الحقيقي، البر مش بالناموس، البر بالمسيح. دي تعليقات القديس يوحنا زابي الفم على الإصحاح التاسع. ندخل بسرعة بقى ناخد جزء كده من الإصحاح العاشر. أيها الإخوة، إن مسرة قلبي وطلبتي إلى الله لأجل إسرائيل هي للخلاص، لأني أشهد لهم أن لهم غيرة لله ولكن ليس حسب المعرفة، لأنهم إذ كانوا يجهلون بر الله ويطلبون أن يثبتوا بر أنفسهم لم يخضعوا لبر الله، لأن غاية الناموس هي المسيح للبر لكل من يؤمن، لأن موسى يكتب في البر الذي بالناموس أن الإنسان الذي يفعلها سيحيا بها. ده البر اللي بالناموس، اللي يفعل الناموس يحيا به. أما البر الذي بالإيمان فيقول هكذا: لا تقل في قلبك من يصعد إلى السماء أي ليحضر المسيح، أو من يهبط إلى الهاوية أي ليصعد المسيح من الأموات، لكن ماذا يقول؟ الكلمة قريبة منك في فمك وفي قلبك، أي كلمة الإيمان التي نكرز بها، لأنك إن اعترفت بفمك بالرب يسوع وأمنت بقلبك أن الله أقامه من الأموات خلصت، لأن القلب يؤمن به للبر والفم يعترف به للخلاص، لأن الكتاب يقول كل من يؤمن به لا يخزى،
لأنه لا فرق بين اليهودي واليوناني، لأن ربا واحدا للجميع، غنيا لجميع الذين يدعون به، لأن كل من يدعو باسم الرب يخلص. نقف هنا عشان هو الموضوع في حاجات كتيرة حلوة عايزين ما نفوتهاش. أول حاجة بيقول مسرة قلبي وطلبتي شهوة حياتي إن أنا أشوف اليهود يخلصون، هي لأجل إسرائيل، هي للخلاص، لأن أنا شايف عندهم استعداد كويس، عندهم غيرة لله لكن ليس حسب المعرفة. ياه، عندهم غيرة لكن ليس حسب المعرفة، غيرة بجهل، غيرة بس قابعين في الظلام. يعني غيرة ما تكفيش؟ لا تكفيش، بالعكس بالعكس، الغيرة ممكن تخلي الإنسان يتخبط ويخبط في الناس ويلطش يمين وشمال لأنه مش شايف. غيرة ليست بحسب المعرفة. هو نفسه معلمنا بولس الرسول شاف الوضع ده في حياته، هو نفسه كان عنده غيرة ولكن ليست إيه؟ حسب المعرفة. راح يقتل ويسجن ويرجم ويخرب ومش مكفيه في أورشليم، بيسافر دمشق علشان يقبض على المسيحيين. ايه ده؟ غيرة، طاقة، غيرة، ولكن للأسف ليست حسب المعرفة، مش حسب قلب الله، مش حسب إرادة الله. طب وازاي الغيرة تبقى حسب المعرفة؟ ازاي تبقى الغيرة كويسة؟ عايزة تكون ممزوجة بثلاث حاجات. غيرة لازم تكون ممزوجة، نمرة واحد بالاتضاع، نمرة اثنين بالمحبة، نمرة ثلاثة بضمير صالح. ضمير صالح ليه بقول كده؟ لأنه أحيانا يتظاهر الناس بالغيرة، كنش غيرة حقيقية، هو عايز ياخد دور بطولة فبيتظاهر بالغيرة، ضمير مش صالح، عايز يبان ان هو اللي بيعمل وبيدافع وبيقاوم وبيحمي كل دي إضافة للذات، كل ده إضافة للذات، عايز يعمل لنفسه اسم، يعمل لنفسه مش لمجد ربنا. الغيرة لازم تكون ممزوجة بالضمير الصالح، إنسان بيدور على مجد ربنا بس، يدور على مجد ربنا، غيور في الأعمال الحسنة، غيور علشان بيحب ربنا. فاكرين داود وهو بيواجه جلياط؟ غيور ونسي نفسه لدرجة إن الناس قالوا له أنت غلام وهو رجل حرب منذ صباه، هيطير رقبتك، تضحي بحياتك كده. لكن عنده غيرة، غيرة بضمير صالح، بضمير مستقيم، مش علشان يبدو في شكل ما معين يعني ويتقال عليه فلان ده يا سلام وبطل، وده فلان ده لاهوتي عظيم، وفلان ده مدافع، وفلان ده واعظ هايل، وفلان ده وقفلهم. ايه ده؟ هو احنا هي خناقة؟ دي غيرة مش بضمير صالح. الغيرة اللي بضمير صالح تحفظ وحدانية القلب، الغيرة اللي بضمير صالح ترجو خلاص الكل، الغيرة اللي بضمير صالح تكون بحسب المحبة وبملء الاتضاع. عشان كده الغيرة لازم تكون ممزوجة بضمير صالح، ممزوجة بالمحبة، ممزوجة بالتواضع، ممزوجة بالمحبة. غيرة سنة بدور على خلاص كل نفس، أنا بدور على خلاص كل نفس، بحب كل نفس، بصلي من أجل كل إنسان، بصلي حتى اللي ممكن يقاوموني أو ممكن يتكلموا ضدي أو ممكن يعملوا مؤامرات، لازم أحبهم وأصلي لهم. غيرة على خلاص نفسه، لأنهم من غير المحبة هيهلكوا،
من غير الضمير الصالح ومن غير الاتضاع حتفارقهم النعمة. غيرة كمان لازم تكون ممزوجة بالتواضع، بالتواضع يعني أكون متعلم من ربنا، أكون بنكر ذاتي، مش بدور على نفسي ولا على مجدي الخاص، أنا بدور على مجد ربنا. الإنسان الغيور لازم يكون في نفس الوقت متواضع علشان ما يقعدش يخبط في الناس، هو مش أعلى من الناس عشان يخبط فيهم، ومش بيفهم أحسن منهم، ولا عايز يظهر نفسه أنه هو بطل وشجاع، لا، ده لازم يبقى متواضع وتحت الرجلين وعايز يغسل رجلين الكل، بيحب الكل وبيدور على خلاص نفس الكل، هو مش هيشهد غير للحق لكن بكل محبة وبكل لطف، مش هيعرف يغير كلمة الحق لكن لازم بكل لطف وبكل محبة وبكل اتضاع، بكل اتضاع. شوفوا معلمنا بولس الرسول لما بيقول 3 سنين لم أفطر ليلا ونهارا عن أن أنذر بدموع كل واحد، مش الإبراكسيس النهاردة كان بيقول كده أعمال الرسل 20، أنذر بدموع غيرة، بس غيرة في منتهى الاتضاع، غيرة في منتهى الاتضاع، أنذر بدموع كل واحد، وفي الآخر يقول لهم خلوا بالكم هيجي ناس يتكلمون بأقوال ملتوية لكي يكتذبوا التلاميذ وراءهم، عايزين يعملوا حزب، عايزين يعملوا جبهة ضد فلان وضد علان، دي تبقى غيرة ليست حسب المعرفة، غيرة ليست حسنة، غيرة وتحزب وحسد، لأنها ممكن تكون مش نابعة من حب، نابعة من حسد وبغضة، فتعمل كده، تعمل أحزاب وفلان ضد فلان. أخطر حاجة أن يكون في الكنيسة غيرة ليست حسب المعرفة. أنت غيور على إيه؟ على مجد ربنا؟ على بنيان الكنيسة؟ على خلاص كل نفس؟ ولا غيور على كرامتي؟ ولا غيور على اسمي؟ إزاي فلان يعرض بيا في الكلام؟ ولا غيور على ان انا ما ابعدش عن الاضواء وانا القائد وانا الاقدم وانا الاكبر لا لا لا، دي مش غيره حسب المعرفه، دي ممكن تكون فيها حسد وممكن يكون فيها تحزب وممكن تجيب وبال على الكنيسه، دي ناس ما انكرتش ذاتها مش هتعرف تشيل الصليب اصلا، اللي ما انكرش ذاته ما يعرفش يشيل الصليب، ما يعرفش يتبع المسيح. فاكرين يوحنا ويعقوب لما قالوا تنزل نار من السماء تاكلهم؟ بتوع السامره دول اللي ما رضوش يقبلونا. قال لهم انتوا بتقولوا ايه؟ شكلها غيره طبعا مش كده؟ غيره ايه؟ ازاي يرفضوا المسيح؟ يستاهلوا الحرق، سوري يعني في الكلمه. فبيقولوا للسيد المسيح ايه رايك؟ نطلب زي ايليا؟ كان طبعا لسه من شويه عطيهم سلطان على الارواح النجسه ليخرجوها وعلى شفاء الامراض، فقال لك ايه؟ نمد شويه في السلطان بتاعنا ان احنا ايه؟ ندمر البلد دي عشان يتعلموا. قال لهم لستما تعلمان من اي روح انتما. انتوا مش عارفين الفكره اللي جات لكم دي جايه لكم منين؟ غيره لكن ليست حسب المعرفه. ابن الانسان لم ياتي ليهلك الناس بل ليخلص الناس. بل ليخلص الناس. غيره من اجل خلاص النفوس مش من اجل ادانه الناس تعريض بيهم وتشويه سمعتهم، أو إن أنا أعمل جبهة ضد فلان وجبهتي غلبت فلان، إيه ده؟ دي غيرة لكن ليست حسب المعرفة. غيرة المظبوطة لازم تكون ممزوجة بالاتضاع علشان نعمة ربنا تملاه، تملى القلب وتنوره. من غير الاتضاع القلب مش هيبقى منور، يبقى الإنسان بيتخبط في الظلام. غيرة ممزوجة بالاتضاع، غيرة ممزوجة بالمحبة، ومحبة لكل النفوس، وعلامة المحبة الصلاة من أجل الكل، إن أنا ما أقولش كلمة وحشة ضد حد، يا ربنا يبارك فلان، ربنا يسعده، ربنا يسنده، ربنا ينور طريقه، ربنا يسكب مراحمه عليه، بس لكن
محبة، أنا عايز خلاص نفسه. مش ده عضو في جسد المسيح معايا؟ مش ده جزء من خليقة الله اللي أنا بدور على خلاص نفسهم؟ غيرة ممزوجة بالاتضاع، غيرة ممزوجة بالمحبة، غيرة ممزوجة بالضمير الصالح، عشان ما تنحرفش لاتجاهات بقى إيه، غيرة عشان أكبر الحزب بتاعي، وغيرة علشان كرامتي، وغيرة علشان ذاتي، وغيرة علشان أجامل فلان. لا لا لا، الشهادة للحق، أولاد ربنا عندهم غيرة حسب المعرفة، حسب الحق، فيها اتضاع وفيها محبة وفيها ضمير صالح. طب والغيرة اللي ليست حسب المعرفة دي، دي مشكلة كبرى تتسبب في هلاك الإنسان. اليهود هم غيرة ليست حسب المعرفة، هتتسبب في هلاكهم. لكن المعرفة الحقيقية تحتاج اتضاع، تحتاج صلاة عشان ربنا يكشف لي، تحتاج إيمان علشان اتكل على ربنا، تحتاج ضمير صالح، علاقة قوية علشان ربنا ينور لي وابقى عندي روح اتضاع، ابقى عندي روح الاتضاع والتلمذة، اتعلم. يعني شوفوا، عايزكم بس تركزوا على موقف بولس الرسول لما ربنا قابله. شوفوا التحول بسرعة ازاي، لانه كان ضميره صالح. اول ما اكتشف ان هو ماشي في السكة الغلط وان يسوع ده حي وقام من الاموات، مش زي ما ضحكوا عليه وقالوا له ده مات واتسرق جسده، فبضمير صالح تبع ربنا بكل قلب. فاللي بيصلي بضمير نقي وبضمير صالح وبروح اتضاع وبإيمان، ربنا يديله معرفة، حكمة والإفراز. بالضبط، يعرف بالضبط، يميز بين الأمور المتخالفة، ويعرف إمتى يتكلم وإزاي يكسب الناس، إزاي يكسب ما يخسرش حد. يعني بولس الرسول كانش بيرضى يخسر حد، كان دايما عايز يكسب الكل، عنده غيرة وزعلان أن اليهود بعيد عن الإيمان، لكن عايز يكسب. أشهد أن لهم غيرة لله لكن ليس حسب المعرفة، لأنهم إذ كانوا يجهلون بر الله ويطلبون أن يثبتوا بر أنفسهم لم يخضعوا لبر الله. بر أنفسهم اللي هو إيه؟ معرفتهم، علماء في الناموس، علماء في الناموس، فده البر اللي بيثبتوه، أصوم مرتين في الأسبوع وأعشر كل ما أقتنيه وبقدم الذبائح والتطهيرات والأعياد في مواعيدها كل حاجة، ده تحول إلى بر ذاتي، تحول الناموس إلى بر ذاتي، أنا بتمم وبعمل وبسوي. يطلبون أن يثبتوا بر أنفسهم لم يخضعوا لبر الله. أخضع لبر الله يعني أقول يا رب أنا ضعيف وخاطي، بررني أنت، أنت اللي ترحمني، أنت اللي تغفر لي، زي العشار كده قال له اللهم ارحمني أنا الخاطي، خرج مبررا ببر الله. لكن الفريسي لم يطلب بر الله، استعرض البر بتاعه بس، فطلع زي ما دخل، ما خدش حاجة من ربنا. لأن غاية الناموس هي المسيح للبر لكل من يؤمن، كل من يؤمن بالمسيح. لأن موسى يكتب في البر الذي بالناموس أن الإنسان الذي يفعلها، يفعل هذه الوصايا يعني، سيحيا بها. صح، ليفعل هذه الوصايا سيحيا به، ده بالناموس. مين قدر يعمل؟ محدش، ولا إنسان ما قدرش يتمم الناموس. لأن أما البر البر الذي بالإيمان فيقول هكذا، لا تقل في قلبك من يصعد إلى السماء، دي موجودة في سفر التثنية إصحاح 30، هقرأها على بعضها وبعد نشرح. من يصعد إلى السماء أي ليحضر المسيح، أو من يهبط إلى الهوية أي ليصعد المسيح من الأموات. لكن ماذا يقول؟ الكلمة قريبة منك في فمك وفي قلبك، أي كلمة الإيمان التي نكرز بها. أنا عايز معلش نروح على سفر الخروج، على سفر التثنية أنا آسف، ونقراها من سفر التثنية، لأن في كلمة هو مبدلها هنا، قديس بولس الرسول مبدلها بطريقة بديعة.
في سفر التثنية الإصحاح 30 آية 14 بيقول إيه؟ بيقول خلينا نقرأ من عدد 11: إن هذه الوصية التي أوصيك بها اليوم ليست عسرة عليك ولا بعيدة منك، ليست هي في السماء حتى تقول من يصعد لأجلنا إلى السماء ويأخذها لنا ويسمعنا إياها لنعمل بها، ولا هي في عبر البحر حتى تقول من يعبر لأجلنا البحر ويأخذها لنا ويسمعنا إياها لنعمل بها، بل الكلمة قريبة منك جدا في فمك وفي قلبك لتعمل بها. الله، شفت الكلام؟ والقديس بولس الرسول بيترجمها بقى في العهد الجديد، ما قالش الوصية، قال المسيح هو الكلمة المتجسد. الفكرة العامة ان الوصية مش بعيد علينا، المسيح مش بعيد عننا، المسيح مش حيوى بعيد، مين يطلع السماء يجيبه لنا؟ ده فين؟ احنا فين وهو فين؟ مين ينزل للهوية يجيبه لنا؟ هو فين واحنا فين؟ لا 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 لا، كلمة قريبة من فمك وفي قلبك لتعمل بها. السيد المسيح قريب خالص، الخلاص متاح لنا، بره متاح لنا. نرجع لرومية 10 لما بيقول الكلمة قريبة من فمك وفي قلبك، أي كلمة الإيمان التي نكرز بها. فهو ده البر اللي بالإيمان، إن السيد المسيح في متناول أيدينا. واضح؟ هي دي الجملة المهمة. السيد المسيح في متناول أيدينا. جه هو اللي افتقدنا وهو اللي دور علينا وبقى في متناول أيدينا. بفتكر دايما القصة بتاعت زكا. زكا عايز يشوف المسيح. وبعدين هو يعني زحمة وهيعدي من أريحة، طبعا بيعدي من دخل أريحة وطلع، وطلع بعد كده على أورشليم، فهو قال أشوفه نفسه. طب يعمل إيه في وسط الزحمة دي؟ تسلق الإيه؟ شجرة الجميز، شجرة الجميز ده في الشوارع يعني، تسلق شجرة الجميز علشان يشوف المسيح. اتفاجئ إن السيد المسيح هو اللي عايز يشوف، هو اللي بيدور عليه، هو اللي بيناديله باسمه وعارفه باسمه وبيقول له ينبغي اليوم أن أمكث في بيتك. ساعات احنا نقول يا فين بس، ما مش حاسس بربنا، أحاول أعمل حاجات كتيرة بس فين ربنا، سيبني. ده الكلمة قريبة من فمك في قلبك، سيد المسيح حاضر معاك، حاضر في حياتك وفي قلبك، وانت حتة منه، حتى من قلبه، مش بعيد، مش بعيد أبدا. ده عارفك باسمك وعايز يمكث في بيتك، عايز يدخل بيتك ويمكث في بيتك ويعيش معك إلى الأبد. أدخل إليه وأتعشى معه وهو إيه؟ معي. هو ده البر اللي بالإيمان، إن السيد المسيح يسكن في حياتنا. مش بقى هعمل حاجات عشان أحاول أوصل لربنا، لا لا، ده هو اللي بيفتقدني، ده هو اللي جاي علشاني. الكلمة قريبة من فمك وفي قلبك، لأنك إن اعترفت بفمك بالرب يسوع وأمنت بقلبك أن الله أقامه من الأموات خلصت. اعترف بالفم وإيمان بالقلب. في ناس تروح واخدة الآية دي كده لوحدها وتقول لك خلاص يبقى أنا أعترف كده يبقى خلصت. طبعا هو أنهى الرسالة على دي ولا إيه؟ الاعتراف بالفم هو ده الاعتراف اللي كان بيتقال في المعمودية، ده قانون الإيمان اللي كان بيتقال في المعمودية. فاكرين لما بيقول للقديس تيموثاوس واعترفت الاعتراف الحسن أمام شهود كثيرين؟ إيه هو الاعتراف الحسن أمام شهود كثيرين؟ قانون الإيمان اللي نطقه قبل ما يتعمد بشهود كثيرين، اللي إحنا لحد النهاردة حتى يعني عندنا في صلاة المعمودية ملخص كده لقانون الإيمان.
أعترف بك أيها المسيح إلهي وبكل نواميسك المخلصة وكل خدمتك المحيية وكل أعمالك المعطية الحياة. أؤمن بإله واحد الله الآب ضابط الكل وابن الوحيد يسوع المسيح ربنا والروح القدس المحيي وقيامة الجسد والكنيسة الواحدة الوحيدة المقدسة الجامعة الرسولية. آمين. آمنت آمنت آمنت. ده اللي بنقوله في المعمودية. ده قانون إيمان ملخص كده. هو ده الاعتراف الحسن. هو ده الاعتراف الحسن. فاعترفت مش واحد بيقول كلمة كده. لا. ده بيتكلم على الاعتراف الحسن وبعد كده بندخل في المعمودية ونتولد من جديد ويبقى لينا حياة أبدية في المسيح، أبناء للآب، أعضاء في جسد الإبن، هيكل للروح القدس، وبعد كده نتناول من جسد المسيح ودمه ونبدأ في مسيرة الخلاص. نبدأ في مسيرة الخلاص. فاعترفت بفمك وآمنت بقلبك خلصت، يعني بدأت في مسيرة الخلاص اللي لازم تجيب ثمر. سلوكنا لازم يكون مطابق لمعموديتنا، وده اللي هيجي بعد ما يخلص الجزء ده من إصحاح 9 والعشر والحداشر. يبتدي يتكلم في الإصحاح الاثناشر ده إزاي الإنسان المسيحي يعيش، إزاي يجيب ثمر، إزاي كيف يسلك في طريق الخلاص. الخلاص هنا بروسس، عملية ماشية فيها بداية، نقطة البداية اللي هي الإيمان والمعمودية، يدخل من الباب ويمشي، يمشي في الطريق لحد الايه؟ لحد النهاية. فهو لما بيقول له إن اعترفت بفمك بالرب يسوع وأمنت بقلبك أن الله أقامه من الأموات خلصت، واضح أنه بيتكلم على باب الله المفتوح للجميع بالإيمان، لكل شعب ولكل جنس ولأي شعب، لكنه مش بيركز على ما بعد الدخول من الباب. هيجيله بعد كده، هيجيله في الإصحاح الاثناشر. ما بعد الدخول من الباب هيبتدي يتكلم بقى، قدموا أجسادكم ذبيحة حية مرضية، إزاي تبقوا كذا في الصلاة وفي العطاء وفي الجهاد، هيبتدي يتكلم عن الحاجات دي بعدين. بس هو دلوقتي بيأكد إن الباب مفتوح، نقبل الإيمان بالمسيح ونعترف الاعتراف الحسن نخلص، لأن القلب يؤمن به بالبر والفم يعترف به للإيه؟ للخلاص. لأن الكتاب يقول كل من يؤمن به لا يخزى، لأنه لا فرق بين دي في كل من يؤمن به لا يخزى، دي في موجودة في أعمال الرسل وموجودة في أكثر من حتة تانية. لأنه لا فرق بين اليهودي واليوناني، لأن ربا واحدا للجميع، غنيا لجميع الذين يدعون به. يدعون به يعني يصلوا باسمه ويأمنوا باسمه ويعبدوه، لأن كل من يدعو باسم الرب يخلص. يدعو باسم الرب يعني يؤمن به، يدعى اسمه عليه، يصلي لي هو الإله الحقيقي ويكرز به أيضا. يدعو باسم الرب يخلص يعني يتسمى باسم المسيح ويشهد لي ويدخل في طريق الإيه؟ يدخل في طريق الخلاص. اكتفي بالجزء ده، احنا كده وصلنا عند العدد 13 ونكمل الاسبوع الجاي ان شاء الله. ولربنا كل مجد وكرامة الى الابد. امين.